استاذ محمود بدير مدرسته انجليزيه طول كريم الاعتصام. في الحقيقه انا مش راح اتطرق لمطالبنا ولا على ما اعتقد المطالب مفتوحه مكشوفه ولا اخره. انا راح احكي في الازمه الماليه. للاسف يعني انا اعتقد انها مفتعله، ولا يمكن ان يكون هناك ازمه ماليه في البلد ولا لاي سبب من الاسباب. والسبب كالاتي: اولا غياب التشريعي، ثانيا غياب الجهات الرقابيه على العمل الحكومي الاداري، ثلاثي بيدعون ان هناك ازمه اقتصاديه. وين الشفافيه؟ وين الموازنات؟ لا تعرض الموازنات، لا تعرض الشفافيات، اين تصرف اموال الشعب؟ يعني مش معقول موازنه وزاره ماليه دوله كامله قائمه على المقاصه، النقص من المقاصه شيء معناته فيش لكم رواتب. 131 ممثليه وقنصليه لنا برا، امريكا بجلاله قدرها 89 فقط. 200 حسب ادعائهم التكاليف السنويه لاداره هاي المنشات 273 مليون شيكل. هذا الحكي مش صحيح نهائيا. ولو بدنا نحسبها بالورقه والقلم، اقل ممثليه بدها نص مليون شيكل شهري، في 131 هي 65 مليون في السنه. في علامات استفهام كثيره لطريقه اداره المال العام عندنا. فبالتالي ما يجيش كل في ازمه اقتصاديه عندما توصل لحقي ودوري. انا راتبي 3000 شيكل، 80% من 3000 شيكل 2400 شيكل، وين اروح بحالي؟ انا عندي التزامات، عندي شيكات ولا اخره. انا ما يضغط علي بهي الطريقه، يروح يضغط على اللي راتبه 12000 شيكل. انا ما يجيش كل حد ادنى 80% لك ولا ب 12000 شيكل. لا يا عمي، انت وفرت حد ادنى 2000 شيكل واعمل سقف اعلى. مش معقول يعني اللي بيصير في البلد، مش معقول. لو انت بدي تضل الامور هيك ومتعامل بهالطريقه انا ما بعرف. بالاضافه واحنا جايين، انا من طول كرم وانا جاي على الطريق، وقفنا حاجز امني. الحاجز الامني اللي وقفنا اخذ هوياتنا وعاملنا بطريقه لا يعاملنا بها حواجز اليهود. يعني انا مش جاي اولع عجال، مش جاي اخرب، انا جاي اعلي صوتي. وين يا استاذ محمد شتي يا دكتور؟ وين حريه سقف السماء اول ما استلمتنا؟ وين هالحريه؟ وين هالحريه اذا انا جاي امارس حقي بطالب بحقي بطريقه سلميه؟ هينا واقفين، لا بنخرب ولا بنعمل اي شيء. هي الجو، اتفرج سيادتك، ما عليك اتفرج ما عليك. في حدا بيخرب؟ في حدا الى اخره؟ وين حريه سقف السماء؟ انا بدي افهم. ولا اشبعنا شعارات يا اخي، يا جماعه الخير اشبعنا شعارات، بكفي فاضي الحال. يعني لو انت بدنا ناسس مستقبل، صاحب البيت مش مستور، واللي ما عنده بيت مش راح ياسس حاله. لو انت في هالبلد وتيجي تقول لي بدك وطن مصر ووطن اكثر ولا مصاري اكثر، عن اي فلوس بتحكي انت؟ عن اي مصاري وعن اي وطن بتحكي انت قاعد؟ عن اي وطن والفلوس على عينك يا تاجر في جاب فلان وعلان؟ بكفي.